الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. رؤية الفرن البلدي في المنام والله أعلم علامة على القناعة الكبيرة التي يتميز بها صاحب الرؤية والله أعلم. كما أن رؤية الفرن البلدي في المنام علامة على حدوث العديد من الأحداث والتغيرات الجديدة في حياة صاحب الرؤية التي تجعله أفضل والله أعلم. رؤية الفرن البلدي المنزلي في المنام علامة على لم الشمل وترابط العائلة بشكل كبير والله أعلم. كما تدل رؤية الفرن البلدي في المنام علامة على الخوف والقلق من الأشياء الذي يواجهها صاحب الرؤية في حياته هذه الأيام والله أعلم. من يرى في المنام أنه يقوم بإشعال النار في الفرن علامة على التغيرات في العمل والرزق الواسع القادم له والله أعلم. حلم المرأة أنها تقوم بإشعال الفرن في المنام علامة على الإطمئنان وراحة البال التي ستنالها خلال الفترة القادمة. رؤية الرجل أنه يقوم بإشعال الفرن في المنام علامة ودليل على بدء في عمل جديد أو وظيفة جديدة سيحصل عليها والله أعلم. حلم إشعال الفرن في المنام علامة على التغيرات الإيجابية التي تحدث في حياة صاحب الرؤية والله أعلم. من يرى في المنام أنه يقوم ببناء الفرن البلدي بالطين علامة على بناء الديوان أو المجالس التي يجتمع فيها الأهل والأصدقاء والله أعلم. حلم بناء الفرن بالطين والطوب في المنام علامة على المصلحة العامة الذي يشارك فيها صاحب الرؤية مع بعض الأصدقاء الأيام القادمة والله أعلم. من يرى في المنام أنه يقوم ببناء الفرن بالطين علامة على العديد من المشاريع والمصالح التي يدخل فيها الأيام المقبلة. كما تدل رؤية بناء الفرن بالطين داخل البيت علامة على الأفراح والسعادة القادمة لأهل البيت والله أعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وقبل النوم.